بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات اللي تبعتوا معايا الفيديو الجزء الأول ديال هاد السلسلة هذه ديال هاد الفيديوهات هادو، هي فاش تقضيت من لهري. وريتكم البيدجي ديالي أو المصاريف ديالي، 20,000 ريال أو 1,000 درهم كنفرقها للمصاريف السنوية اللي كتدي العام ديال العيد ديال رمضان ديال الملابس ديال السفر ديال الصحة ديال الإصلاحات في البيت ديال بزاف الأشياء. الناس متابعين قناتي راهم عارفين هذوك الأظرفة، رجعوا لهم غتعرفوا شنو هو شحال كندير في كل ظرف. و 1,000 درهم فيها الهري، فيها الخضار، فيها اللحوم، فيها لحوم الدجاج الحوت، وفيها وطبعا رانا كنغيروا، انا كنغير لاني حسب المنيو اللي دايره. وفيها الفواتير الثابتة، وفيها المواصلات، وفيها المصاريف الخاصة، وفيها الطوارئ. هنا يا حبيباتي طبعا في هذا الفيديو هذا راني تكلمت لكم، ارجعوا للفيديو السابق هذا وغادي تشوفوا تفهموا اشنو درت واشنو تقديت والكميه اللي تقديت وشحال غتديني فيها اشياء غتديني مده. نتمنى تفرجوا في الجزء الاول وهذا الجزء الثاني. حبيباتي الغاليات هاني رجعت لكم مع اللحم. هنايا عندي اللحم ديال البكري كما قلت لكم، شفتوا جبت غير هبيره شحال زوينه فيها عظيمات، جوج حصص ونقدر ندير منه ثلاثة د الحصص، يعني نقدر نقسم على ثلاثة، يعني تعرفوا ان خديجة كتشم اللحم والدجاج ديت هذيك ديال الشم اللي انا كيقولها. المهم حبيباتي انايا عندي هاد عرفتوا داك الفوقاني ديال الفخيضات ديال الدجاج محيدة ليه الجلدة. هنايا عندي ديال لاداند محيدة ليه، حيدت الجلدة، حيدت هذاك محيدة له، هذا يلاه حيدت له. هنا عندي هذاك ديال الفخيضات ديال لاداند حتى هو محيدة ليه الجلدة، انتو كتشوفوا هذا الدانس وهذا داك الفخيضات الفوقاني. هنا عندي الهبره، هنا عندي كيلو ديال الهبره ديال الداند، هذا على حساب البروشيت وهذا على حساب بيتزات وعلى حساب هذا المكرونيه اللوبيا اللي بغيت نديرو فيها مقيله هكا مع البيض. راه وريت لكم كنديرو في المقله مع البيض، البيض بالخميره ديال الحلوه وبشويه المايزينا كيطلع زوين مع البصله مع الخضره اللي كانت عندكم، شي غال ثاني يعني عطى الله ما ديروا فيه. هذا كيجي في الطواجن الزين يا البنات، صدقوني كيجي رائع الا درتيه ببرقوق، ديري بحال يعني الطواجن ديال اللحم الغنمي اللحم هذا كيجي زوين بحال الملج، كيجي رائع. هذا حتى هو تقدري ديري كديري على الكسكسو كديري على كلشي، غير هو كيبغي يتقلى مزيان ويتشحر مزيان. الا كتشحر مزيان بالتوابل ديالو ترقد مزيان كيعطيك واحد البنه. كاين البنات كيجيهم باسل علاش ما كيشحروا وما كيرقدوا، رقديه وديريه في المجمد وصدقيني غيطلع زوين. هنا هاد اللحم هذا عندي لاداند، هادو ديال لاداند، هنا 50 هاد ما بين هذا وهذا 50 درهم، هنايا عندي 24 درهم، وهنايا عندي 52 درهم، هنايا 52 درهم. هاد الهبره كيلو ديال الهبره غاليه هاد المره، واللحم ديال البقري عندي 50 درهم، هذا لانه غير الهبره هادي. هنايا شنو شديت؟ غسلتو كلشي قلت لكم بيتو في الثلاجه، نتوما كتشوفو غسلتو كلشي مزيان دخلتو للثلاجه. هنا عندي هاد الطاسه هادي درت فيها التوابل اللي انا كنصاوبهم، راه زوينين هاد التوابل البنات، شي حاجه رائعه كتصاوبي على يدك، اما داكشي ديال العبار راه ما عمرك تشري. هنا عندي قشره الحامض مع اللب ديال الحامض، وهنا عندي الثوم، وهنا عندي شويه المعدنوس. يلا تقديت المعدنوس البنات، هذا اخر شي حاجه بقات عندي هاد المعدنوس، ماشي مشكله. درت معاهم زيت الزيتون وزيت المائده وغادي نخلط هادشي وغادي نرقد فيه كلشي، طبعا كل شكل حاجه غنرقدها حتى هاد سميتو، وكاين الملح حتى هاد هذا غادي نرقد واحد شويه، وغادي ندير البروشيت في هاد الاقطران ديال نديرو في البروشيت ديالو. هذا كتشوفوه تقطيعات شويه هذا، وهذا كنقطعو صغيور على حساب البيتزا، وعلى حساب البيتزا كندير واحد شويه البنات. المهم كلشي غادي نرقدو دابا نتوما معايا، وغادي نديرو شي موسيقى نديرو شي حاجه ونخليكم معنا، او غادي نعطيكم نصايح في الاقتصاد وغادي نمشي نوريكم. هنا غادي ندير شويه على
هنا البنات غادي نتكلم نقول لكم شي حاجه. هاد القطعه كتشوفوهم كبيره، انا غادي نستعمل وحده في كل وجبه، يعني عندي هنا اربعه ديال الوجبات، هنا غادي نديرهم غير في الطاجين الا اذا جاتني الوالده ديالها شي حاجه. حبيباتي الغاليات، هاد الثمن ديال هاد اللحم نسيت ما قلت لكم 176 درهم، 52 درهم ديال الهبره، 50 درهم ديال الهبره ديال الدانت، 50 درهم ديال الهبره ديال البقر، و 50 درهم ديال هذاك الدانت اللي في البانيوات بجوج، و 24 درهم ديال هذاك الدجاج. حبيباتي الغاليات، هاد الكميه ديال الدانت والدجاج، وعندنا هنايا اللحم ديال البقر. تقدروا تغيروا اللحم البقر بالغنمي او بالمعزية او بالجمل، وتقدروا تغيروا تكثروا الدجاج على لاداند او العكس، وديروا التقليه تدخلوها، راه بامكان كل واحد يبنى الماكله ديالو بشويه. حنا كنتكلموا على الناس اللي باغيه او محتاجه، يعني بحالاش طريقه بحالاش دير شويه ديال اللحم تبنن ماكلتها، ولكن هي ما عندهاش الامكانيات باش دير بزاف اللحم، او عندها بزاف ديال المصاريف تابعينها، دراسه الوليدات، بناء البيت، بزاف 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 الحوايج. لهذا كنوريكم هاد التقسيم وكنمشي على داكشي اللي انا مع التطبيقات ديال حياتي انا. هنا حبيباتي هاد الشيء اللي كتشوفوا فيه يقدر يديني انا عده شهور، انتوما كل واحد وهو. انا هنا انا البنات اللي قالوا خديجه كتشم اللحم راه ما كذبوش، راني انا اللحوم والدجاج وداكشي ما كنكثر فيهم البنات. حبيباتي الغاليات، ها هو اللحوم ديالي ديال شهر ونص، شهرين، 3 شهور، هنايا ديال اللحوم عندنا. كما قلت لكم انا عندي اللحم اصلا في مجمد، عندي باقي اللحم، هادو حصتين ديال الشهر، يعني عندي اللحم وهادو زياده. هنا عندي الهبره ديال لاداند اللي قلت لكم دايره على حساب بيتزات وعلى حساب المقله على حساب سباغيتي. سمحوا لي راه عندي واحد البيبي مبرزطني، سمحوا لكم، عرفتوا القاعده ديالو البنات. هنا عندي الدجاج 4 ديال الحصص، هنا درت 3 ديال القطع في كل سميتو، شويه زايدين. هنا عندي ديك الكويس، داك الفخذ الفوقاني ديال الفخذ ديال لاداند رطبين حتى ما فيهمش العظم، وهنا عندي هذوك اللي فيهم العظم. طبعا هنا راه ما كانوش كاملين، قطعت قسمت من هادو لان هادو كبار، وزدت لهنايا حتى كملت 6 ديال الحصص، فهمتوني؟ عندي هنا 6 ديال الحصص، عندي هنا البروشيت درت 6 6، نتوما كتشوفوا راه عامرين، جوج حصص كما راني عطيتكم البرنامج في الفيديو السابق ديال تقسيم اللحم، يعني هادو في شهر، يعني كل 15 يوم، نهار ويكاند بيتزا ويكاند بروشيت. يعني هنا عندي هادو درتهم هنايا مرصوات كبار شويه، نقدر نطيبهم في طاجين واحد يلقاونا من الغداء والعشاء، نقدر نتغداو بهم. هادو كيجوا رائعين بالبرقوق واللوز، كانه طاجين ديال الغنميه البنات، ولكن كيتقلى مزيان وتشحر مزيان. هاد اللحم هاد الخضره اللي جبت هنا غير ستيك، يعني ما فيهش داكشي، علاش 50 درهم هاد القطيعات، ما فيهش العظام، داكشي اللي غادي نجيب في العظام ناقص لك واحد 10 دراهم، بس اللهم نجيبو ستيك، وهذه حصه وهذه حصه. هنا هذا هو التقسيم، هنا نقدر، هنا هذا اللي صوب لي 4 ديال البيتزات كبارات كل ويكاند بيتزا، وهذاك فيه جوج مقلات، فيه جوج مرات الرز، فيه جوج مرات اللوبيا، لا بغي ماشي اللوبيا، سباغيتي او المكروني على حسب. هذا هو التقسيم ديال البنات. هذا راه اكثر من شهرين ديال اللحم هنايا، ماشي هذا هو التقسيم، هذا حتى هو ديال الشهر الاخر، اكثر من شهرين عندي ديال اللحم، لانه عندي شويه ديال اللحم. وانا كما كتعرفوا شريت معكم اللحم ديال شهر واحد، ياك واحد الشهر، ووريتكم التقسيم ديالي، ولكن كل ما خرجت للسوق لقيت اللحم او في الخلاص مثلا تخلص وعندي واحد شويه ديال اللحم ديال، نقول نتقدى مره واحده اللحم ونفرقوا على عدة شهور، يعني راه كاين البنات راه يشوفوا يقولوا هادشي ما يقدر، راه عندي اللحم يعني قبل نضيفوا على هذا. لهذا كاين حوايجنا غيدونا شهرين، كاين حوايج غدينا غير شهر، وكاين حاجة غدينا 3 شهور، مع انه بعض البنات، ولكن راه اللي بغى هادشي خاصو يبدا معايا القناة من الاول ويرجع للفيديوهات الاولين باش تفهموا كامل هاد التقسيمات. البنات هاد اللحم كامل كما قلت لكم قبيلة، هذا كم تقدر تستعملو في الشهر؟ راه بزاف، يعني راه وفير للشهر، الأسرة 4 5 د الأشخاص. هنا نقولوا 3 ديال الأشخاص، جوج بروشيت الواحد عامرين، مع الرز مع السلطة مع شي حاجة أخرى، راه تبارك الله. هنا طويجين أو الكسكسو، وخاصة الكسكسو في معظم، ولكن يتشحر مزيان إلا بغيتي يجيكم في الكسكسو زوين. وملي تبغي
تمرقي الكسكسو ديالك كتهزي هذا ما تخليهش في ديري عليه اللفت وداك الشيء، لا كتهزيه كديري فواحد الكويمه وكتخليه داك المريقه يعقد ديالو باش يجيك فيه البنه وتشدي ديك الخضره وديريها طيب في ديك المرقه واحده. اما باش تمرقي عليه الماء وديري الخضره وديري اللفت وخزو تشيكو سكتنا غادي يبسال لك خاصك لا دان ديال بغيتي ديري في كسكسو تكوني تعرفي بحال اش طيبي. هنا طويجنات زوينين، هنا طويجنات زوينين، هنا رائع. هذايا البنات كنطيبوا بالبرقوق، كنخضروا بالصفرجل، كنخضروا بالمشماش، كنخضروا بالاناناس، كيجي كانه الغنميه البنات. نتمنى حبيباتي هذا التقسيم يعجبكم. الفيديو غادي يجيكم طويل، داكشي علاش غادي نخلي الفيديو ديال الخضره بوحدو لاني غادي نوريكم الثمن ديالها، غادي نوريكم شنو غادي ندير بها، وغادي نوريكم كيفاش غادي نحطها في المجمد بحالاش كنحتفظ بها في المجمد. بعض الخضار المعدنوس الثوم والجلبانه واللوبيا و هذا بزاف الاشياء والفواكه، بعض الفواكه اللي كنديرهم في المجمد. لهذا غادي نقسم الفيديو على جوج، نتمنى يعجبكم واني بكم راني نحبكم كاملين. تقسيم 2000 درهم فيها كل شيء، وكل شيء طلعنا منها وكنوفروا وكنديروا منها بيت الخزين. اللي بغى يتبع هذا الشيء وبغى يربح وبغى يدير شي حاجه يتبع قناه خديجه الصحراويه. واني بكم لا تنساو ديروا لايك وتفرقوا الفيديو، تفرقوا يعني تبارطاجوا الفيديوهات مع الناس مع اصحابكم، لانه اللي كيبغي الخير راسو يبغي الناس باش الله سبحانه وتعالى يعطيه الخير. واني بكم راني نحبكم كاملين.